مش عارفه هي تعظم خدمتها. فسرت معناها ان الخليه تتوالد بطريقه عشوائيه، ما تعرفيش وظيفتي كذا ما تعرفش سون ابل كواليفيكاسيون سيلولير، يعني ممكن الخليه تتدرج تصايي شي حاجه تتدرج. هذا هو يبدو لي تيما والاخصائيين الموجودين يسموني لا في الكلمه ولا. اذا في رمضان شيء يصير خلايا سرطانيه، الخلايا السرطانيه تظهر من واحد السكر، كل حية حلوة تتغذى منها. ففي رمضان عندما تبلع الطعام في السحور كأنها نصيب شديد، فهي ليسها في المجال تخرج في الترم سيتونيك لي كوب سيتونيك، تروح مع الليدي تروح مع الليدي تخرج مع الليدي هذه الخلايا تموت ما تبقاش ما كتبتها تموت. هذه اسمها سماها أهل الاختصاص لوتوفاج، يعني الجسد راه يلقي روحه. هذه بذرة صغيرة حكيتها من عظمة الله سبحانه وتعالى اللي منها لي. اسمح لي الأستاذ اللي خلط بين التنمية النافية والرياضة، هذا اللي باغي نديرها هو الصحة ورمضان. يعني بغض النظر عن إخواننا الأطباء والمختصين في الطب الإجمالي والعالمي للصحة، أنا غادي ندير لكم مزيج لي كوتش في الرياضة في معادلة يسموها بالإنجليزية إن أوت، دخول خروج، لابور كالوريك إلى ديبونس كالوريك. اسكو ناكل اكثر من نتحرك؟ وعموما اصحاب المكاتب، عموما الاطباء، عموما اصحاب الاداره، عموما لي تاكسيور لي روتيي، راه ياكل ما راه يحرك والو، هو يقول لا شيء يخسر السياره، راه يصوم، راه يربي بصح تحرك هذا وسهل. لهذا ولا يعني اعزائي المستمعين الكرام، يعني اسمعوني مليح، على حساب المهنه تاعي وعلى حساب اللاش تاعي نشوف شنو غادي ناكل. سما قال لا بور كالوريك، وهذا لابور كالوريك ثلاثة، كاين لي بروتيين، كاين بزاف لي عندها شوية كلمة بروتيين ميغا ماكس، لا بروتيين بسيطة جدا، نلقوها في اللحم، نلقوها في الدجاج، نلقوها في الحوت، نلقوها في البيض، نلقوها في المكسرات. لي بروتيين شنو هما؟ لي بروتيين بسيطة جدا، هي البريدة، على ما كنت راني نتحركها، ولا الشيخ راه يركع، ولا واحد راه يرفع الأثقال، راه ما تشوفوهاش نتوما، ولكن تندار بالمنظار. العضلة متكونة من الياف، الياف سي فيبر، انت كي دير ان ايفور تطلع الدرج تجري في الموضوع، هاي وحدة من الياف كطلع تنصبت، سنة الله في خلقه، سي ان مود دو ميكانيزم، سون ابيل لا بيوميكانيك دو ميسكو، يعني تتحرك، شاهد الانسان يدير ياكل البروتيين، هذو اللي قلنا الفرامج، الياوغ، الحليب، يجبر هذيك البروتيين، يجبر هذيك الالياف اللي تقطعت. كيقولوا ما باش يمكن تقطعت خاطر تجي في الاذهان تقطعوا تيشير المسكينه، لا هي داخليه اصلا داخل، وهذه سنه الله في خلقه باش تتحرك. الصحابه تتحركوا، جدودنا تحركوا، كاع الناس تحركت، والماكله تغيرت، نمط الغذاء تغير، الوقت تغير، الفطور العشاء والقهوه تغيرت، السن تغير، لو ستريس تغير. هذا الاستاذ اوكسيداتيف، ان شاء الله اذا سمح لي الاستاذ كاش نهار نهضروا على هذا الضغط الاوكسيداتيف اللي يروح للخلايا، ماشي الاستاذ تاع عندي ليكزامان، عندي امتحان، راني ستريسي، راني نعرف، لا عندي كيلو تاع الدبي، كل رابور هذا ستريس بوزيتيف. سنة الله في خلقه، موسى عليه السلام كاع تعرفوا، فأوجس في نفسه خيفة أمام فرعون، موسى بصح الداخل كان خايف موسى عليه السلام. فلهذا لو ستريس هذا بوزيتيف. احنا نهضروا على لو ستريس. جاوبوني هذا ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. كون قول خويا شنو تشوف؟ شدها مور الصبح ما تعيط معاها، لا واخا دخل قول قلت مور الصبح ما تعيط معاها، كاني ويلو ثقيل بالرغم قلتو خفيف. سي سا لو ستريس اوكسيداتيف، انت عندك هم وبدايا كاع نهار معاك، مش نف وجاك داخل الدار، ساعة في البلاد، ساعة في الوطن، ساعة في السيميلاسيون، لأن راك رابح حية، وهذا ليس الموضوع تاعنا،
61 عام الى ربي طول في العمر، 2000 عام هو يخدم. لهذا اهم شيء هذا الزوج في رمضان حافظوا عليه. هذا الزوج برج المراقبه على صدر كونترول، اذا راهم هنا ليزوبيراتور اللي تكون سيرفيس انجينير كونترول روم، هذا هو القائد، هذا هو الكوكبي تاع الطياره. والقلب، القلب حضره، يعني توجور اون موفمون. شيء الذي يغطيها، شيء الذي اثر عليها، في دراسة في دوجو دراسة تثبت تخلص 90% بلي لو مالور لو مالور الهم يخرج من الكل تاعو. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير لا صوص إلا دونك رمضان حق جوج ليا الحق باش نرقد ليا الحق باش نرقد. علاه الإنسان يفوت على ثلاثة مراحل في النهار، ثلاث مراحل مسحور رفايا لو كور راه يدي سنابل غادي نهضر عليا غير احيه احيه ياكلها بزاف لو كور سي الحلو باش ما ندخلوش تفاصيل كلمات لي كليسيد لي كليكوز اكسيتيرا. حنا الحيه الحلو يبغيها لو كور ولو لي كونسوم الحلو عرفتوا شكون لا سان دو كونترول. على هذا الطفل وعلى النبي عليه الصلاه والسلام وصانا اسمي الصباح تبر لان سي دي سكر نو ما يخربوش لو كور تاعكم. الانسولين تبدا غير بشويه تقدر تحطها في الدم، تقدر تحطها في الدم، الدم الدم يدير اللي راه يغطي كاع الجسد تاعي والقلايا. دونك راك تشوفوا بين التمر والطراوي وكل شيء نعمه بين المغرب والطراوي التمر دار لي خداع. نولوا ثلاث صوالح الجسد الانسان في 14 فرع اختصار بالتشريع. اول شيء مسحور 11 12 لو كوغ بدا يدي فيها في الاستومر غير في الاستومر بدا يعصر فيه بدا يدير لي كليسي السكريات بدا يحرك لي ميسك سي بون كبر الخايا تو فا بيان. دوزيام ايتاب المدير هنا سخاف منه وحنا نحضرو ككوتش رياضي نحضر التمارين في المتقيدة بعد نفهمكم لان لو بيك تاع الانسولين لو بيك تاع لاكتيفيتي الانسولين باش كيفيه. دوزيام ايتاب تاع المدير حتى العصر قالوا العلماء تقديرا الكور مابقاش السكر مابقاش يروح سون ابل الجلوكوجين. الجلوكوجين كي السكر بصح راه مخزون، مخزون في العضله ومخزون في الكبد الفتيده شد لك الطماطيره شويه. المرحله لا بلو بوسي كما خذنا لها من سن 18 20 ساعه 16 ساعه خدنا معاها. دونك لو كور اللي انتيليجون باش تشوفوا بديزكم اي شيء اللي تخدم به تدخل بعضله تاع ربي قدره طلاقه قدره الله في هذا الجسد. حينما انا والله العظيم لي زعما حيا لي شهر جمعت مع مشايخ في الامور هذه لا نوتريسيون مخي حباس ودراسه تبدا الدراسه دراسه في الدراسه على الماكله شي صرا لها الداخل عندكم بلي الماكله عندها نيفيس سور ستريس عندها نيفيس سور لي كلوب روج سور لا نيرف لا نيرف شو كل شيء الماكله عندها دور. اذا الحراره تاعك باش نعرف بلي رمضان وراني شكل الشيخ الكوخ مسكين جايب لي يولي يروح للدهون. الدهون ما ادراك ما الدهون في التليفونات مكالمات في الفيسبوك شيخ كاش راهي فاش شنو ندير كاش راهي فاش شنو ندير. هذا امر واقع ان شاء الله اذا ساعدت الامور نصيبوا حل ان شاء الله بهذه الكريشه غير شويه باش نفهم الكريشه اش هي في رمضان كي تنتفخ تنتفخ بالماكله وزيد سكونابيل هذيك لا كراس سوج ايطالي لا كراس سوج في الجسد سوج دهون سوج في الجسد الشحمه كان اللي مخزونة تحت الجلد وكان يكون في غياب الأعضاء لي خان لي بومون هادو جايين عيطولهم لا كراس سيبيرا في ساعة جاية لداخل ما نهضرش عليها. حنا الموضوع تاعنا هو المراحل اللي تتعامل مع الإنسان في رمضان. الشيخ كتبت علينا الهضرة فهمنا شنديرو شنديرو كاين زوج في رمضان كاين اللي باغي ينقص في الميزان ثلاثة كاين باغي ينقص في الميزان كاين باغي يقعد ثالث كاين اللي باغي يزيد في الميزان. يزيد في الميزان الاخرى شحال يقولوا لها والله راسي في الجزيره في البوره في رمضان مني. اذا نهضروا مع الشيخ ان شاء الله نديروا برنامج هذا الانسان اللي راه باغي ينقص الميزان بطريقه ذكيه. انا نفهموا راي انا اتكلم علم اتكلم دراسات حديثه ونعطيكم المواقع باش تشوفوا الدراسه اكثر باش نقول لك روح جري ولا روح تعب ولا مجرد لستوا امرا. انا نعطيك المعلومه وانت عليك الاجتهاد والاستفسار مع المشايخ ومعنا هنا. إذا إنسان الهدف تاعه مثلا في رمضان
في المصاعب. أحضر واحد 11 شهر وأنا نتوفي. بزاف يجوا لي التلاميذ عندي في القاعة، الشيخ اليوم خدنا رمضان، لا رمضان تيلي كوموند، رمضان كيكش، خلوا الجسد يريح. مصاحبي 11 عام هو هاي البطولة والنقطة، خد بيه يريح ولك الحق تخليه يريح، ولكن بطريقة سلمية، يعني بعيني على التفصيل كما نقولها، النصارى نقولها هذا رمضان، عيني على الماكلة على التفصيل، فيه معادلة، والله العظيم حاجة ذكية جدا، هذا حاشاكم ليس مكب النفايات. كي تفهموا لك باللي ولدي انت لست مكب النفايات، انت حية عظيمة عند الله، انت خلق وفضلك الله سبحانه وتعالى. بالذكاء وفضلك الجسد، شوف الجسد كي داير عايز يقعد يشتغل في المرايا، طلبة عربي لا حد لها يعني. لهذا انا في رمضان ان شاء الله اذا سمح لي الشيخ ان شاء الله اللي يوفقني ربي نديروا برنامج في رمضان رياضي سلمي، ما تخافوش رياضي ليس تعب ولكن رياضي ذكائي. من الصور شديد نطلع على خويا نخرج نتمشى، شو شغل انا راهي تختصر الجسد تعامل معه بذكاء، هذا ذكاء الجسد تقصح معاه يعيط له مثل يويو. وكي حركوا هنا تعرفوا لي داروا داروا لا دايت داروا ريجيم دراكونيان كما يمشي يجي عندك يقول لك والله الشيخ هذه الخطره في شهر سيمو 5 كيلو، كاين واحد يقول لي الشيخ 15 كيلو في سيمو، اوه ومن بعد رقب عليها على كلك موا الجسد ينتقم، الجسد ينتقم اعطيناه هو يصبر. من بعد نحضروا على الايض القاعدي، الايض القاعدي تاع خويا والكتله العضليه تاعي انا مش كيف كيف. الايض القاعدي ما معناها الايض القاعدي سي الميتابوليزم بازال، الميتابوليزم دو باز، ماذا يحتاج جسدي باش نروح نخدم نقرا نخمم نرقد نصلي، ماذا يحتاج جسدي يسموه الايض القاعدي. طب هذه في المعادله شحال السعرات الحراريه هذا كلها شيء المبنى اللي تنوضني. اذا الايض القاعدي صيرت لا هذا الشهر ان شاء الله بالكيلو، ما انا كلمه الريجيم ما في الاذاعه ما نقولهاش، كلمه الريجيم الجسدي فما هي اخرى يخاف. دونك انت تحيد مع النفس تاعك مع الاساتذه في التغذيه في الكوتش